again we start. في عندنا الفرع الاول بدنا نحسب السي ار، الفرع الثاني الاي دبليو، الفرع الثالث از ذا سيستم از كالكولي جاستيفايد ان كيس از ذا انوال انكم 6000. ليتر اون هسه بنشوف الفرع الاول ماشي. ايوه طالب مطالب منك ايش؟ الكابيتال ريكفري. اذا اساس الكابيتال ريكفري شو تساوي؟ يلا سي ار شو تساوي؟ يلا سي ار شو تساوي؟ يلا ناقص 23000 صح ولا لا؟ مضبوط ضرب ايش؟ اي اوفر بي. يلا كم 10%؟ هاو ماني ييرز؟ 5 مضبوط ولا لا؟ صح مضبوط. زائد 1500 ضرب ايش؟ اي اوفر اف 10%. يلا 10% كم سنة؟ 5. That's it. تمام؟ فأنا عندك أنت هاي السي آر، فأنا حاله هنا السي آر بيطلع معاك شايفينها كم بيطلع؟ 5822 واضح ولا لا؟ تمام؟ شو معناتها الرقم؟ شو معناتها؟ يعني هذا السيستم لازم يعمل جنريت ل 5820 دولار كل سنه حد اقل مشان ايش؟ يغطي الفيرست كوست مع السالفج فاليو اللي بيجي. تمام؟ بلس ايش؟ 10%. واضح ولا لا؟ مضبوط ولا لا؟ مضبوط. هسا الانيوال كو هسا الاي دبليو شو تساوي؟ يا بتحط اول او هي عباره عن السي ار زائدا الاي، مضبوط ولا لا؟ وتساوي هسه بالنسبه للاي، الاي شو تساوي؟ يلا الاي شو تساوي الاي؟ شو البيس فاليو عندك؟ 5000 صح ولا لا؟ مضبوط. 5000 ناقص ايش؟ 100 في ايش؟ جي اوفر اي فوق 10% كم سنه؟ 4 سنوات صح؟ هيها مضبوط. خمس او عفوا 5 سنوات. 5000 ناقص 100 فبيطلع معك الجواب 4.8189. شو معناتها؟ بدل ما انا يجيني مربح او الفينيو عائد كل سنه 5000 بتناقص ال 100 تدريجيا، كانه بيجيني كل سنه بشكل ثابت 4818.99، يعني تقريبا 4819. تمام؟ تمام واضح؟ طب هذا المشروع حاليا الكلينيكال استفاد ولا لا؟ بالسالفه لا صح، لانه انا لازم انا يجيني 5822 مشان اغطي، لكن بيجيني 4318 بيطلع معك ما بيغطي المشروع. شو قاله؟ ما المشروع ما بيغطي، ما بيغطي التكاليف. اكزاكتلي. طيب ماشي، هاي فهمنا. هسه الفرع الثالث شو بحكي لك؟ بحكي لك الفرع الثالث ابدا اني وان انكم مش 5000 6000. Is the system is equivalent despite if not estimate the minimum annual income. طيب حط 5000 عادي، الانيوال الكابيتال ريكفري زي ما هي ناقص 5320، بس بتحط محل ال 5 6000 ناقص 100 صح ولا لا؟ بتناقص، اذا بيطلع معك الجواب بالسالب. على فكره هذا السالب انا غلطان، بس هذا بيطلع عندك انت ايش؟ بالسالب ناقص 3.01 not justified، لأن الجواب طلع معك بالسالب. ايوه، فاذا كان not justified استيميت ذا مينيمم انيوال انكم شو يعني؟ كم هاي خليها مجهوله وصفرها صح ولا لا؟ بتصير ناقص 5822 زائدا ار مجهوله ريفينيو ناقص 100 في عادي بيطلع معك ار تساوي 6003. اذا لازم يكون الانيوال انكم 6003 حد اقل ساعيتها بيطلع معك المشروع الكلوكيدي سفايد. انا الانكم must be at least 6003 for the system to be financially justified. واضح ولا لا؟ الو هسه نيجي على اخر مثال في هذا الشابتر. كمان مره ثانيه
من حسنات الانيوال ويث اناليسيز انه مش داعي انك انت توحد في اللايف تايم. خلينا نشوف، بقول لك compare the two alternative below using the AW for I equal 10% per year. المشروع C alternative C قديش الفيرست كوست ناقص 50، الانيوال اوبريتنج كوست ناقص 20، السالفج فاليو 5000 واللايف ييرز 5. كم الاي دبليو شو تساوي؟ يلا ناقص 50000 في على بي 10% 5 year ناقص 20000 زائد 5000 في على اف 10% 5 years بيطلع معك ناقص 32371 دولار. طبعا لو قلت لك في الامتحان شو هي الكابيتال ريكفري، الكابيتال ريكفري تساوي التيرم هذا اللي هو البريزنت مع الفيوتشر، تمام؟ استثناء 20000 يعني انت تطلع عليه الجواب ناقص 33000 شيل منه 20000 صافي عندك ناقص 12371، صح ولا لا؟ لا اجمع له 20000. لا ناقص، لا ما هو منقص منه اصلا. ناقص 12371، صح ولا لا؟ مزبوط. تمام. اوكي طيب، هسه حدا بيعرف كيف يطلع لي ال الانيوال ويرث للالتيرناتيف دي؟ طبعا هذا انفينيتي. شو معنات انفينيتي؟ معناتها كونتينيوس. اذا لازم اطلع انا شو اطلع؟ يلا الكابيتالايز كوست هنا انه انيوال، صح؟ طب كيف اطلعها؟ بسيطه. الاي دبليو شو هو؟ يلا الو الو، ناقص 250000. اول شيء الاي ناقص 9000، كيف بدي احول البريزنت ويرت لايه؟ يلا اذا كان عندك انفينيتي اللي هي البي في الاي ناقص 250000 في الاي، فبيطلع معك الجواب ناقص 34000. السالفج فاليو تدخلش في حسابات ايش؟ في الحسابات. ارجع على الكابيتالايزد كوست، السالفج فاليو ما بتدخل بالحسابات. هاي ارجع انت هسه على شابتر 5 الو، هاي عندك الكابيتالايز كوست، شايف؟ خوانا انا حاط لكم اياها هنا في الحسابات اللي هي السي سي تاو كابيتالايز كوست، انا حاط هنا انه السالفج فاليو ما بتدخل في الحسابات، شايفين؟ السالفج فاليو ما بتدخل في الحسابات نهائيا. حليناها هسه، ايوه السالفج فاليو ويل نوت انكلود. مش تنسوا السالفج فاليو في اللايف تايم اللي بيكون له انفينيتي ما بدخل في الحسابات. اعيد ولا ما عدش؟ تمام. السالفج فاليو بدخلش في الحسابات. هسه انا السؤال هذا، هي السؤال قلنا ما في شيء. اذا انت بدك تحلهم بالبريزنت ويرث، هذا لو هان قلت لك طلع لي بريزنت ويرث، ارجع مره ثانيه. لو هان قلت لك شو طلع لي البريزنت ويرث المشروع دي شو تساوي؟ يلا المشروع دي شو يساوي؟ ناقص 250 يلا 1000، صح ولا لا؟ هاي بريزنت، مضبوط ولا لا؟ هاي ايه، صح ولا لا؟ مضبوط. اوكي يلا يلا، ناقص 9000 في ايش؟ في اي. كيف بدك تحول الاي لبي؟ يلا ناقص 9000 في ايش؟ يلا بوينت 1 شو يساوي؟ 9000 ضرب بوينت 1 شو يساوي؟ 900، صح ولا لا؟ يصير ناقص 25000 لبريزنت ويرث ناقص ايش؟ 900، ويساوي ذن ماينس 25000 ناقص 900 بيطلع معك ناقص 25900. ها
هذا اللي بريزنت ويتدي اذا حبيت تطلعه لك يعني لاحظ انت اساس السالفج فاليو بتدخلش في الحسابات ايش تنسى اوكي اعيد ولا لا اذا بالنسبه ل سي مباشره سهل زي كل واحد بالنسبه ل اي بالنسبه للالتيرناتيف دي الانوال ويرث فور الالتيرناتيف دي ايكوال لبريزنت ويرث في اي ناقص 9000 بس لانه يعني كيف بدي احول لبريزنت ويرث لاي مش عن طريق الفاكتور اي على بي لا لانه هاي عندك ايش اللي هو كابيتالايزد كوست فالبي ضرب اي البي لبريزنت ويرث ناقص 250000 ضرب اي بوينت 1 بيطلع معك ناقص 43000 واضح ولا لا تمام الو تمام مهندس واضح شفت هاي الفكره في السؤال شايف انه هذا انفينيت زي ما حكينا احنا اللي هو الكابيتالايز كوست بريزنت ويرث اوف بروجكت ذات هاف ا فيري لونج لايف بالتالي هذا له فيري لونج لايف انفينيتي اكثر من 35 سنه فهذا اخذنا البروسيجر كيف نطلع البروسيجر تبعه هيو اذا بدك هي البروسيجر احنا عندنا السؤال مباشره بس بدل ما هو بريزنت نطلع ايش احنا ايه تمام هسه كل الاي اللي عندنا هاي الاي اي دبليو طبعا اذا كان بدي اطلع بريزنت ويرث بقسم ايه على اي بطلع انا لفيوتشر ويرث اذا بطلع بريزنت ويرث عفوا بقسم ايه ايش الاي بقسمه على اي زي هذا زي هذا السؤال اذا انا اذا هسه عندك انت عفوا وين هو معلش ايوه سوري هسه انا طلعت الاي ايوه فبضرب البي في الاي ذاتس ات لكن اذا قال لك طلع لي بريزنت ويرث فبقول هسه البريزنت ويرث فور دي شو تساوي يلا ناقص ايش يلا نعيد مره ثانيه ناقص 250000 ناقص 250000 بريزنت ويرث ايوه ناقص هسا كيف بدي احول البريزنت ويرث انا غلطنا هسا كان البريزنت ويرث كيف بدي احولها الى بدي احول الاي الاي اللي هي ناقص 9000 مزبوط هسا عندك انت ناقص 9000 اي اوفر اي اكزاكتلي ناقص 9 ايوه هذا بدي اياه اي قديش اي عندك انت بوينت 1 شو بيطلع الجواب احنا غلطنا هسا ناقص 5 ناقص 9000 تقسيم بوينت 1 شو تساوي 90000 زائد 25 250000 ولا 25000 هو 250000 صح بيطلع الجواب البريزنت ويرث اللي عندك بتطلعه بيطلع عندك ناقص 340000 تمام 340000 اكزاكتلي ناقص 340000 لو تحسب انت البريزنت ويرث لهذا تمام وتشوفه هذا البريزنت ويرث لو تطلع عليه وتشوفه وتقارن بينهم بشوف معك شو بيطلع الجواب اذا انت بالنسبه لللايف تايم له انفينيتي يعني نمبر اوف ييرز اعلى من 35 سنه وطالع فبهاي الحاله الانوال ويرث للالتيرناتيف دي ايكوال البريزنت ويرث ضرب اي لانه تو ان اوردر تو تشينج او تو كونفيرت تي ل اي I will not use the factor in the tables. I use the capitalized cost. P equal A over I. بالتالي A تساوي B في I. ما يصير بطلع عندك. إذا طلعت منك تطلع البريزنت ويرث ل D شو يساوي؟ اللي هو ناقص 250000 ناقص 9000 على I اللي هو A over I بيعطيني B فبطلع معك ناقص 340000. وأنت ارجع على البيت وطلع للبريزنت ويرث لا سي تمام وقارن بينهم طبعا البريزنت ويرث سي شو راح يكون يساوي؟ راح يكون يساوي ناقص 50 تمام 1000 صح ولا لا؟ ناقص 20000 في ايش؟ في بي اوفر اي 10% 5 years صح ولا لا؟ يلا كمل زائدا ايش؟ 5000 في بي اوفر اف مظبوط بي على اف مش اف على بي انا بدي بي مالكم مظبوط بدي بي على اف ايش
10%. How many years? 5. حل انت السلبية وقارنها بـ 430,000 هاي الفاليو. That's it. انت ممكن تعرف طريقتين. على كل حال it's okay يا سحنا، بس اهم شيء انك تعرف انت انه السالفج فاليو في الانفينيتي في اللي هو البروجكت ذات هاز انفينيت لايف تايم، يعني اللايف تايم له اكثر من 35 سنه، السالفج فاليو will not included. مش تنسوا السالفج فاليو are not included، بس تقارن مشاريع واي مشروع له انفينيتي لايف تايم، اللايف تايم له انفينيتي يعني اعلى من 35 سنه، in this case السالفج فاليو will not be considered in your calculation. اوكي السالفج فاليو will not be considered in your calculation. مين عندي سؤال؟ اوكي now we can done with chapter 5 and we start chapter 6 chapter 7 عفوا. اوكي chapter 7 in the chapter 7 we need to compare two alternative or more than two alternative using the rate of return. Okay, rate of return and calculate the rate of return for the cash flow series. Also understand the difficulties of rate of return, determine the multiple rate of return, calculate the external rate of return and calculate لا ستة هاي مش رح ناخذها، ستة رح نشتري لكم اياها مش رح ناخذها ان شاء الله، ستة مش رح ناخذها بس خمس outstanding income ال learning outcome هن لحديد خمسة، السادسة بنحطهم معنا إن شاء الله. أول شيء إحنا عرفنا شو الفرق بين الـ interest rate والـ rate of return. الـ interest rate and the rate of return both mathematically are the same، لكن الـ rate of return بسميها rate of return إذا أنت إيش؟ إذا أنت بدك تعمل investment، إذا بتعمل loan تتدين تدفع I. فإذا أنت عملت investment بيجيك عائد مقداره ريت اوف ريتيرن كفاليو نفس الاي كفاليو. اذا انت عملت قرض بتدفع ربحها بنسميها اي انترست ريت. هذا اخذناه في شابتر واحد عمدا. هسا احنا اخذنا في شابتر خمسه وسته هاو تو كومبير تو الترناتيف توجذر يوزنج ذا بريزنت ويرث اند ذا فيوتشر ويرث ان شابتر 5 اند يوزنج الانيوال ويرث ان شابتر 6. واخذنا مفهوم الكابيتال ريكفري في شابتر 6 مفهوم الكابيتالايزد كوست في شابتر 5. هسا هذا راح نقارن احنا التو التيرناتيف مع بعض يوزنج ذا ريت اوف ريتيرن. ماشي بخلي الاي هي النون، فهموني بخلي الاي هي النون وبطلع الاي بحللها. اذا كانت اعلى من المار الحمد لله المشروع justified. اذا كانت الار ريت اوف ريتيرن اللي طلعت معي او على ستايل بسميها اذا طلعت معي الريت اوف ريتيرن اقل من المار فبهاي الحاله المشروع not economically justified. فانا شو عملت؟ بخلي الاي هي المجهوله، بستخدم البريزنت ويرد او الانيوال ويرد او الفيوتشر ويرد في الحل اللي بدك اياه، ما عندك اي مشكله. احنا هنا ريكومندد انه نستخدم ايش؟ نستخدم البريزنت ويرث في حساب الار ريت اوف ريتيرن. اذا الار او ار كالكوليشن تو ديتيرمن ريت اوف ريتيرن فايند اي ستار فاليو وذ وان اوف ذا فولوينج ريليشن ايذر الانيوال ويرث ايكوال زيرو اور بريزنت ويرث ايكوال زيرو اور ذا فيوتشر ويرث ايكوال زيرو. تمام؟ افتر ذات وي استيميت اي. ناو اف ذا استيميتد اي is higher than the maximum the minimum accepted rate of return. المار هي عبارة عن minimum accepted rate of return. If the I is higher than the minimum accepted rate of return أعلى من المار given in the question then the project is economically justified. Otherwise if I lower than the bar the minimum acceptable rate of return then the project is not visible or not economically justified. فطبعا في الشابتر هذا
We are not going to use trial and error. You have to use your calculator. Your calculator. Please go and use your calculator to find the solution. تمام؟ الكل يروح يتعلم لأنه في الامتحان ما له علاقة، لازم تكون عارف كيف تستخدم. تحل أنت النون لينير إيكويشن يوزنج كالكوليتر. السؤال بحكي لك انفستمنت، هذه الانفستمنت في إيكوبمنت جديدة، هاي الإيكوبمنت ثمنها 20,000 الفيرست كوست، وبتعمل لي مربح أو دخل سنوي مقداره 7,000 لمدة 3 سنوات. At which time the machine can be sold for an estimated 8,000. At the end of year 3, the salvage value for the machine equal 8,000. If the company's MAR is 15% per year, should it buy the machine or not? Should it buy the machine or not? فأنا بدي استخدم أنا اللي هو ما بدي استخدم present worth ولا annual. بدي استخدم انا الريت اوف ريتيرن. كنا الريت اوف ريتيرن وعندما استخدمها either you can use BW0 or بتستخدم انت البريزنت ويرث وبتعتبره يساوي زيرو. مش بتحسبه بتقرر اذا كان اقل من صفر او اقل من صفر، لا. انت شو بتعمل؟ بتحط معادله البريزنت ويرث او معادله الانيوال ويرث او معادله الفيوتشر ويرث وبتساويها بالصفر. وبتخلي الاي هو النون وبتحسب الاي وبتقاربه بالبار given in the question. So if the i calculated from the present worth or the annual worth or the future worth formula, if i is higher than the bar, then the process, the project or the alternative is economically justified. And if i estimated from the present worth or the annual worth or the future worth, okay. هاي الاي المحسوب منهم lower than the i the bar that given in the question, then this alternative is not economically justified, is not viable and not visible. طيب فانا انت حر لك الخيار، لكن انا بعمل ريكومندد اذا استخدم البريزنت ورث وخليه يساوي زيرو. شو البريزنت ورث لهي المشين؟ زيرو يساوي ناقص 20,000 زائد 7,000 في بي على اي اي ستار 3. طبعا خليت الاي هي مجهوله، زائدا السالفج فاليو 8,000 في بي على اف اي ستار 3 ييرز. حل اي بيطلع معك اي ستار ايكوال 18.2. اعمل لها كومبير مع البار، الاي ستار 18.2 از هاير ذان ذا بار، سو ذا كومباني شود باي ذا ماشين. The company should buy the machine. واضح ولا لا؟ ألو؟ تمام مهندس، واضح. تمام؟ طيب. هاي سؤال ثاني على السريع، نفس الإشي. عندك ماشين أو عندك alternative ماشي، بدفع عليه 200,000 أول بالسنة الأولى اللي هو now عند year zero، وبيجيني مربح منه 15,000 كل سنة ماشي، وببيعه بsalvage value تساوي ماشي لا و at the next years additional saving 300,000 at the end of years، كمان بيعطيني 300,000 كمان مربح اخر السنه العاشره. Determine the rate of return using hand solution او calculator. فانت شو بتعمل هسه؟ عادي يلا. البريزنت ويرث صفر، الفيوتشر ويرث ناقص 200,000 زائد 15,000 بي على اي اي ستار تدير زائد ايش يلا بيجيني كم مربح مقداره 300,000 في نهايه السنه العاشره. حول البريزنت ويرث 300,000 بي اوفر اف اي ستار 10. واضح ولا لا؟ هسه كيف نحل؟ يعني هاي السؤال اللي قبله كيف حليناه؟ بتحله بالكالكوليتر. هير يو نيد تو يوز ذا فورمولا. خلينا نشوف البي على اي اي ستار 10 يير شو تساوي البي على اي؟ يلا 1 زائد اي قوه 10 ناقص 1 على اي في 1 زائد اي قوه 10 زائد 300,000. هاي مش 300,000 غلطنا فيها عفوا، في 1 زائد اي قوه ناقص 10. هاي المعادله حطها في الكالكوليتر
وحلها بيطلع معك الاي تساوي 10.56%. اذا الاي تساوي 10.5 تقريبا 10.56. بيسد. هل عندي سؤال؟ طبعا you can also if you would like you can use the annual worth and make it to zero. إذا using annual worth يلا zero شو تساوي؟ يلا ناقص 200,000 في A over B I how many years 10 year صح؟ 10 لا 15,000 زائد 300,000 في A over F F I I star 10 10 تمام؟ وتساوي هسه شو بتعمل؟ بتروح هسه وين؟ على وين الفورمولا اللي عندك؟ فاكتور الفورمولا يلا هسه شو الفورمولا اللي عندنا احنا؟ عندنا A على B و A على F A على B و A على F مزبوط؟ A على B هيها هاي A على B وهاي على A على F صح؟ فهذا شو بتعمل انت؟ شو تساوي الله؟ 0 equal ناقص 200,000 هسه كم عندك A على B؟ هاي A على B اللي هي I في I زائد 1 قوة 10 مزبوط ولا لا؟ مزبوط ولا ضرب؟ اللي هي I في ايش؟ طب هي A على B وين A على B؟ A over B هي I في I بلس 1 قوة ايش؟ قوة 10 تقسيم يعني عندنا هسه 1 زائد I ايوه قوة 10 ناقص 1 هاي كلياتها A على B زائد 15,000 زائد 300,000 في ايش؟ في A على F. A على F شو تساوي؟ A على F تساوي ايش؟ تساوي I صح ولا لا؟ تقسيم ايش؟ يلا 1 زائد I قوة 10 بعدين ناقص 1 ناقص 1 بتروح على الآلة الحاسبة وبتدخل المعادلة هاي وبتطلع هاي راح يطلع معك نفس الجواب. And if you like to use the future worth, the same thing. تمام ولا لا؟ إن شاء الله بكرة بنكمل الشابتر ويعطيكم العافية. بس معلش ضلكم شوي ثواني معلش ضلكم بس. وين بارتيسيبانت هان أنتو؟ ألو؟ معك مهند. بس ثواني مين ايفون هذا؟ الو مين ايفون؟ الو مين موسى ابو راشد وين؟ احمد عوض احمد غايبة رشا الجراح معك مهندس مين دخل اسمه ايفون؟ طيب شهد فايز شهد طيب هذا شحروري
ندى جابوا مالكم صعيب فين صعيب شيماء شيماء غزال كسواني بتول شروق موجودة رزان رشا وين رحت الجراح طيب ورزان وندى شروق بس خلص السلام عليكم يعطيك العافية أنا دكتور موجودة شهد بالله على السلامة مهندس